Grandmaster. Oh my god. هلو يا حلوين، كيفكم؟ شو بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا اليوم اقتنع اليوم عشان مثل ما وعدتكم امبارح المهم شباب، رحلة الصعود بالجراند ماستر يا شباب من الصفر للآخر. شباب حبايبنا بهذا المقطع شباب حطيت لكم اللقطات. شباب ما قدرت أخذ كل اللقطات شباب، لأنه الصراحة شباب 15 ساعة من البث، 16 ساعة من البث، ما أعرف كم شباب. المهم كان كتير 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 شباب، كانوا يعني كيف بدي أقول لكم، كان في كتير لقطات صارت مع حط كل شيء كتير كتير شباب. أكيد اللي كان موجودين معنا من أول بس لآخر بس، طبعا بتشكركم، كل أسطورة كان معي من أول بس لآخر بس حبايبنا. كانت تجربة مو تجربة، من زمان طلعت أكثر من مرة. المهم شباب anyway، مقطع أسطوري شباب، رحلة الصعود إلى الجراند ماستر. المقاطع الموجودة شباب راح تشوفوا الرحلة شباب من الـ من الـ المهم من هي الجراند من الزرقاء للجراند ماستر. اوكي كان في قبل شباب كان في كتير لقطات، ما قدرت احط كل اللقطات شباب، لانه اذا حط كل اللقطات الفيديو راح يمكن يكون ساعة. اوكي هذا ملخص شباب للرحلة. اوكي بتمنى من كل اسطورة يحط زر اللايك والشير يفعل الجرس. المقطع كتير حلو واسطوري، لقطات اسطورية شباب، ومنترككم مع مقطع حبايبنا مشاهدة ممتعة. حط شي تلج فوق، حط شي تلج فوق، ايوه كفو نور. عندك شي قنابل ارمي فوق نور، عندك شي قنابل ارمي فوق. واحد نوك نور، ارمي قنابل على اليمين، على اليمين، على اليمين في الكيس، على اليمين عميخ، باتمان على اليمين. ترت كورنال علي من وراي 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 سكواد، وراي واحد، وراي واحد نوك. تابع هذيك كفو، يستعدينك يا طلعي كفو لك كفو كفو يا اخي. تكتيك عليك وتكتيك عليك وتكتيك عليك وتكتيك عليك وتكتيك نسمي كفو كفو كفو. هاي بلاتينيوم فور عليك وتكتيك. يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين. ما تضربوش، ضربته خطا. واحد نوك، واحد نوك. واحد نوك علي بي كله ثاني نوك ثاني نوك ثاني حرام تونك 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 دراري تونك 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 جمي تونوك ثلاثة نوك أو عليهم اللامي عم يساعد بصاحب، عم يساعد بصاحب الشباب علي يسار، علي يسار عندكم. قنبول فنش الكل تبقاش واقف أوفر. خد كبر حمادي، خد كبر. جيك يقول لي اول مره الحياه، انا كنقول لك شنو يقول لك مره الحياه قدامك. القنابل شوف كويسات ولا مش كويسات؟ كويسات نزلوا عندهم امامهم ونيش. كف دمج لك ميكروفون عندك، دمج ميكروفون خليه وليوه. خلي لك بس يا اخي، راح يقتل لي يا اخي. واخيرا ها يلا خلص علي ها ما تضرب ماذا قلت لي؟ خلي لي واحد، خلي لك واحد واحد ستة ولا أربعة.
تبقى معايا حتى الاخر الاخر تخرج كيل. شنو كيل اصحاب؟ عندي واحد باتمان من ناحيتي، من ناحيتي عندي واحد باتمان. واحد مفنش نجي مفنش نجي. ما عنديش طلق، ما عنديش طلق. شو؟ هذي قاعد. عنديش طلق. تم 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 عليكم معكم شباب. أجي عندي جي عندي جي عندي اللوت. يا الله سعد باتمان اول شيء، وينك انت ميخور؟ اخر عندي باتمان، روح سعد ميخور. اكبر منقذ، انقاذ جميل جدا. في سكوات، في ناس واحد في سكوات. تحت الثلاثة؟ لا يلا كلهم لازم لوس لازم لوس. أتوقع مية وخمسين. مية وخمسين. ما تجيبون؟ مية وخمسين. أقسم بالله هذا عليه. مية وخمسين يا زلمة. شوي. يا زلمة خرب بيت سنتك. في شيء. خد سلعة. على يمين على يمين على يمين على يمين. هنا عندك عندك مع اليمين. لا صاير راح فرشك باللغم دي يعني. ارجع ببوش بوش ارجع 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 ارجع. لا يا بوش لا لا يا قلبي لا. غدا يا فندم تبدا عادي انا كريستيانو. خليكم باتمان. خليكم بقى خليكم بقى خليكم. خليكم بقى. لا ده بس ما قنابل بس ما في. لا لا ضرب. الله جابها فيها. الزون في راسهم ما جات في الصدر. فنشو فنشو. لا ما بتجد حلوالي. ملغلغ نشوف واد باكي هذا. هذا ملاقي أخوان. ابلع ولاك. وبا. ابلع. ابلع من عمك عليكم. ابلع من عمك عليكم متكتك يا وال. ابلع.
زعما يبغون زعما بويا قول لي يا اخي احمد نعطيك دايمون كاترا تيتر واحد نوك دراري تو نوك ثلاثي نوك والله ثلاثة كانوا نوك كان ثلاثة قال لك واحد نوك ثلاثة نوك وقت الغير واحد قال لك ثلاثة نوك لا والله 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 نزلت الثلاثة بس ساعد واحد منهم فهمت علي في ناس على اليمين على اليمين على الجايين عندنا من ناحية طيحت واحد تم مع صاحب شحال هذا باش انت جد انا اعطيني انت جد اللي عندك احمي ظهرنا احمي ظهرنا احمي ظهرنا واحد بس حتى الجد من ورا ما عنديش عندي طرف تولي بس سنايبر ادخل اجوا ادخل اعطيني شي ميت كيتا باتمان تا خد في اس اس عندك عندهم في اس اش نعمل اللي اخي ديالي هات الاسكار كان هنا اسمع شباب باقي زوز سبع على فكرة باقي زوز على فكرة عندنا كل اشي خصنا اللي اشي اسمع باقي طلقة واحدة بس خليكم يعني خليكم ما باقين جوز قلي يا سلام على البويا محلاه يا سلام عليك انا شباب صراحه ما حبيت استخدم ما حبيت ابقى اخلي طلقات سنايبر للوقت المناسب تعالوا معي ابلع شوف الصراحه ايوه انبطح دخل عفد الصندوق ايوه دخل صراحه يعني مخلع يلا ميخور ميخور جيب البوية اقسم بالله الفاير باس الجاي هديه روح يلا الفاير باس اعملهم الرياضه ميخور وراك بضربك من وراك يا دب تنبلا انت الجحش ابلع مبسوط عبيلة بعلع يلا اطلعوا يلا فوق ما يمشي ما يمشي اللاعب طلع هرب برا عندي نوك هدف خليه لقب عد يا الزلم انت وصلعتك يا الزلم ابعد لا على يسار بكنان على يمين نوك لذاك نوك لعام عالي هدو شوي هدو بذاك ما عديش درهم روح هدو ماجو واحد توقفت
لا لا خلاص باقي واحد قدامكم قدامك يا أري. شوف نوك 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 كاميرا دي اجيبه هيتشوت اجيبه هيتشوت شروع خلاص بس لا احد اجيبه هيتشوت اخشي واحد لا ايوه لا حد دروب جيده آه. عندك انت حريق الدروب دروب وي يسكن على اليسار اوبا 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 او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد شباب او ماي جاد الضرب شباب 4 كيل او ماي جاد 4 كيل 5 كيل 5 كيل ولا 4 كيل ما اعرف المهم او ماي جاد Oh my god. بدي اضمن الجواب ما تخلي لا زلت ولا الشر بدي 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 اعطوني يلا روح ماستر او ماي جاد او ماي جاد او لا 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 اصبر هوني شوي شباب هوني شوي باك سكرين حط في الكورتر تقدام كذا لعب سكواد استبر من الصبح حتى ثواني يا جميل ثواني شوي ها وين ابلع عم تشوف الرخصه ولا لا نحن نشوفها هيرو اوبا هيرو شو يا زلمه هيرو شو يا زلمه ها ابلع شوفوا هيرو ابلع عليك تفوزوا المابات كدهر جراند ماستر او ماي جاد يا سلام سوي شو بس التوب كام شباب وصلنا يا زلمين على ابوهن واحد ورا الثاني على هال اليوم اللي جيل لعب 62 ترتيب 62 شباب اوكي حبايبي الكرام بكون تام مقطعنا اليوم ان شاء الله عجبكم المقطع يا احلى ناس بتم الكل اسطوره شباب اللي ما اللي نسي يحط زر اللايك يحط ينزل تحت يحط اللايك واللي مش مشترك يشترك شباب والصراحه شباب شفتوا بعينكم شباب المراحل اللي كانت موجوده التعب وكل شيء وكل شيء وكل شيء شباب حبايبنا بشوفكم على خير يومكم سعيد وإلى اللقاء